مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الشأن السوداني وما يحدث هناك، وبعد خطاب عمر البشير ينضم إلينا المحلل السياسي السوداني السيد محمد الشناوي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، خطاب عمر البشير خطاب ربما رسم خريطة طريق رآها حلا للأزمة التي تعيشها السودان. كيف استقبل الشارع السوداني خطاب البشير؟ نعم، مساء الخير. خطاب البشير لم يجد القبول من الشارع السوداني، والدليل على ذلك ان بعض الخطاب خرجت مناطق مختلفه من العاصمه السودانيه الخرطوم في تظاهرات مندده تطالب باسقاط النظام، ولذلك هذا الخطاب لم يجد القبول من قبل الشارع السوداني. هذه الاحتجاجات هي أبلغ التعبير لرفض خطاب الرئيس عمر الحسن البشير، وبالتالي أيضا الحزب الأمة كذلك لم يقبل خطاب الرئيس عمر البشير، ووصف هذا الخطاب بالمخيب بالأمال. ولذلك معظم القادة السياسية أصدرت بيانات مددة تطالب بإسقاط النظام، فتجمع المهنيين بعد الخطاب مباشرة أعلن دعمه وأعلن دعمه لكل الحراك الثوري، وكذلك حزب الأمة أعلن مساندته لتجمع المهنيين وجدد دعوته لاستمرار الاحتجاجات الأسبوعية، خاصة وأن هذا الأسبوع سيكون هناك عدد من العمليات الاحتجاجية على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في السودان. طيب، يعني هل يمكن تفسير هذا الموضوع بكثرة خروج التظاهرات؟ وهناك نقطة أخرى يجب أن تطرح ويراها البعض كسؤال مقابل حقيقة، ما الذي تريدونه أكثر من عمر البشير؟ بالأمس يعني كان الجميع في انتظار خطاب الرئيس عمر البشير، حتى المواطن البسيط، خاصة وأنه يعاني ومعظم وبذلك الخطاب جاء دون ذلك، يعني جاء مخيبا للآمال، وجاء أيضا يعني بالتالي كان تركيزه على حل الحكومة، وأيضا يعني التركيز كان السياسي أكثر من اقتصادي، خاصة وأن المواطن السوداني ظل يعاني من أوضاع اقتصادية منذ أن انفصل جنوب السودان في العام 2011، ومنذ ذلك الوقت بدأت الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، وفي كل يوم المواطن السوداني ظل يعاني من هذه الأوضاع إلى أن وصل إلى هذا الدرك الأسفل، خاصة وأن سعر الدولار في هذه اليومين تجاوز 70، وهذا دليل على فشل هذا النظام الحاكم الذي يعني حاول علاج هذه الأزمات وعمل عدد من العمليات الجراحية كما يقول سيد محمد. بهذه النقطة تحديدا، إذا سمحت لي، البشير تحدث عن تغييرات في صفوف القيادات الحزبية والسياسية، برأيك هل الأزمة في السودان تكمن في الأسماء؟ بالتأكيد هي الأزمة السياسية، الأزمة السياسية، ولذلك أيضا في الأسماء، وأنا ذاتي وأيد هذا الحديث، لأن هذا النظام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، خاصة أنه يمارس الإقصاء يعني على مستوى المواطنين، يعني أي شخص لا ينتمي إلى هذه الجماعة لا مكان له في أي مؤسسة ما، يعني من الأفضل أن يكون النظام هو ديمقراطي يستوعب كل الكيانات بغض النظر عن توجهاتها، وبالتالي المشكلة هي أيضا بالتأكيد في الأسماء وكذلك في السياسات، والسياسات عندما السياسة تفشل بالتالي ستنعكس على الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. هذا الفشل يعني أنا في تقديري هو منذ العام 2005 بدأ باتفاقية نيفاشا التي فصلت جنوب السودان عن الدولة الأم، وموجب هذه الاتفاقية التي أعطت الجنوبيين الحق بعد خمس سنوات
يعني للاستنزاف، يعني يبقوا مع الحكومة السودانية أو ينفصلوا. ولذلك عفوا حقق وفتحت ثغرة للجنوبيين، وخاصة أن الاقتصاد السوداني ظل يعتمد على بترول الجنوب الذي يبلغ ما يقارب 75% من ميزانية الدولة. ومنذ ذلك الوقت العام 2011 بدأت متوالية الأزمات الاقتصادية، بدءا من أزمة 2011 أو كذلك 2013 التي أعلنت فيها الحكومة السودانية رفع الدعم على الوقود. ومنذ ذلك الوقت بدأت أيضا الأزمة تتفاقم، وإلى أن وصلت هذه الأوضاع الآن في السودان. عموما الوضع هنا في الخرطوم يعني يمكن القول بأنه سيء جدا، ولذلك يعني لا يمكن للنظام أن يستمر بهذه السياسة التي ظل ينتهجها منذ أن حكم السودان. وضحت الفكرة السيد محمد الشناوي الصحفي والمحلل السوداني، شكرا جزيلا لك.